وسر اخونا نسرق الافكار، افكار خدامه، افكار خدامه. انا نقولها دابا، نقول لك 32 فكره، 32 بروجي عند جيناج ما مساليش اليوم مصدر. صبرا نحل واحد الفيشي عند جيناي كنكتب فيه، كنكتب فيه افكار ديال سميتو ناجحين. هادي كتبان شحال هادي، تنقول نقد 30 بلوغ ونخدم على الاي سي او، ونبقى نجيب الليدز لدوك الشركات ديال السابليمنت، نبقى نجيب لهم الليدز القليله. هاد البروجي هذا نقول لك شوف 2014، هاد البروجي هذا القليله يدخل لك 20 بكا في الشهر، 30 بلوك ملي كيقلبوا الناس على خاص اللي سالي. ها هما بروجيات بعادين على الويب. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا اجنسي، اجونس كتكلف بالسوشيال ميديا. عرفتي اصلا ملي كندير بوست 1000 دولار على البوست، حنا نعطوك 12000 درهم ربح 2000 درهم فابور اصلا. واحد القضيه ديما كتعاود ندوزو باش ندوزو بالسربه. خويا سيمو عندي فكره باغي مستثمر، خويا سيمو عندي فكره باغي مستثمر، خويا سيمو عندي فكره باغي مستثمر. زعما ما تيقصدونيش غير انا، نقدر نكون كنعرف شي مستثمر اخر. الاخوان ما 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 سميتو الفكره ما تيانفيستي فيها حتى واحد، الفكره ما كيانفيستي فيها حتى واحد، ما كيبقاش شي واحد كيانفيستي في الفكره كاع. دونك انت اصلا خصك دير واحد البروتوتيب. لكن انت باغي دير شركه ديال الشيبينغ ديال التوصيل، تقول لهم انا راني احسن من امانه، غادي تمشي غادي تحل واحد، تبدا واحد الشركه ديال الشيبينغ صغيره وتخدم واحد جوج الناس ولا ثلاثه، وتجي وتقول ها انت حنا خدمنا جوج ولا ثلاثه ولينا كنديروا 2000 درهم في النهار رباح وكذا، ولينا كنديروا 2000 لا ثلاثه الناس، قول لنا كنديروا واحد 1200 درهم رباح في النهار. هذاك خونا ملي يشوفك بديتي وعندك واحد هنا ها شحال بديت، ها شحال عندي ثلاثه الناس وكنصور 1200 درهم في النهار من وراهم، ها هنا جي زعم معاك داك الاخر. اما تقول لي فكره تاوع ما بغا ينفيستي في الفكره. هادشي كنقول لك هاد الهضره هادي، وخا تمشي عند الفي سي زعما استقبلوا كاع، تصيفط لهم تصيفط للفي سي دوك الفونتور كابيتاليست، تقول لهم كذا 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 كذا، باغي عندي فكره، ما جاوبوكش كاع والله الا جاوبوك. دونك الصاد ملي واحد خونا قال عطيني المفيد خصني نباني، قالها ضحك مع درح ها 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 ها، فهمتي انا عزيز عليا نباني خوتنا ديال عطيني المفيد باش نصيفطو، فهمتي ما يبقاش يشوف الطالايف باش ما يبقاش يضيع وقتو كاع، لان باش تكتب صح عطيني المفيد خلينا صعب نركزو في المفيد. دونك خاص تقاد واحد البروتوتيب صغيور ديال الفكره، داك الفكره عندك كبيره باغي تقاد فيسبوك، ولكن ما تجيش تقاد فيسبوك، قاد شي واحد الحاجه صغيوره وقول لهم ها انتوما باقا صغيوره تنصرفوا عليها 500 درهم كتدخل لنا في الاخر النهار 600 درهم. هما غادي يشوفوا بلي الا انفيستيو فيها 500 مليون تدخل لهم 600 مليون. ولكن باش تجي تقول لهم فكره صات، واش انت مؤهل انك تيكزيكيتي الفكره؟ شحال من واحد كيتخايل انه ممكن يدير الفكره ولكن راه ما يمكنش يدير الفكره. دونك ورينا انك قادر دير الفكره، هو قد شي حاجه صغيره، ورينا داكشي الصغير ملي كتدخل ليه 100 درهم من هنا كيخرج لك 120 درهم من هنا. انا انفيستي معاك، وريني كتدخل اكس من هنا كتخرج ايكغيك من هنا، فهمتي؟ راه 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 بسيط تلقى مستثمرين، ولكن خاص تكون عندك واحد المثال. هاكا كتجي تقول لي ها هو البروجي، ها هو صغير ما ماشي كبير، كندخلوا ليه اكس من هنايا كيعطينا اكس بلس 10 ولا 20 من هنا. اجي نقول لك اوكي صافي حنا معاك، ولكن باش تجي تقول لي عندي فكره صافي، كلشي عنده فكره، العالم كامل خرج مع هاد الشارع هذا. السلام خويا حبس الله يخليك، عندك شي فكره نستمروا لك؟ خويا عندي واحد الفكره كنفكر نحل واحد الصناك، حيد بالك. اجي خويا ساعه عندك اخويا شي فكره؟ خويا عندي فكره كنفكر ندير واحد 20 طوبيس وكذا ونبقى نوصل، حيد بالك. صافي كلشي عنده فكره صافي، ما تسمعش هاد الهضره هادي وتقيسك. لان حتى انا واحد النهار كنت صيفط لواحد عباد الله هكا، كنت صيفط لهم راه عندي واحد الفكره ديال كذا 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 كذا، نديرو كذا كذا كذا، وما جاوبونيش. ودازت السنين وصيفط لهم فهمتي، صيفط لهم قلت راه حنا الفكره كذا كذا كذا، عندنا فيها قد قد ديال الناس وكنحطوا فيها فلوس وحنا خاسرين، و سيبورطاو الفكره وانفيستاو فيها رغم ان حنا خاسرين، فهمتي؟ لان بان لهم فيها البوتونسييل من هنا لقدام. دونك الصاد خص تمشي تيكزيكوتي الفكره، ما تبقاش تقول عندي فكره خصني مستثمر. الصاد ما يبقاش حتى واحد تيبغي يستثمر في فكره، سمع هاد الهضره هادي لان انا دازت عليا، فهمتي؟ ومني انا ما تنفيستيش في فكره. ومؤخرا كنسمع واحد الوثائقي كيدوي على هاد اللقطه هادي ديال سميتو الاستثمار، وكيدوي على دوك الفونتور كابيتاليست الكبار اللي كانفيستيو بالملاير، فهمتي؟ كيدوي وسولوا داك المانجر تاع داك الفونتور كابيتاليست، خونا كنت انفيستيو في فكره؟ لا هاكا قالها، فهمتي؟ ماشي ديك اللعب شويه نو. قال لي نفترضوا ان الفكره جابها شي شخص عنده شي ماضي مهم، هو كان مدير شركه كذا 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 كذا،
باقي عاقل قال لي واخا يجي ايلون ماسك شخصيا يقول لي انا عندي فكره ما انفيستيوش فيها، ولكن الا جا قال لك انفيستيو في تيسلا هو ديجا طلع صاروخ الاول غادي انفيستيو معاه في تيسلا، ولا جا قال لك انفيستيو في انفيستيو في سبيس اكس ديجا طلع صاروخ الاول غادي انفيستيو في سبيس اكس، الا قال لك انا انفيستيو في تيسلا فعلا قد واحد الطوموبيله بروتوتيب غادي انفيستيو في تيسلا، واخا يجي ايلون ماسك شخصيا يقول لك عندي فكره غادي نقول ليه سير حتى تقاد شي مثال صغير ورينا راه خدام عاد جا ياك الفلوس صافي واحد ما تي انفيستي في فكره صافي. الناس كامله عندها افكار ما تاخذش هاد الهضره هادي زعما اخش بعد مرات كنقول شي هضره اللي هي واقعيه شي اخوان كياخذوها بحال انا زعما كنحاربهم ولا كن هادي هي المشكله فهمتي تتلقى في المغرب ديال الانسان كيحس كان انت ما حاملوش بحال انت تقول ليه هضره واقعيه صافي انا قلت لك هضره حقيقيه راه ما تلقاش لي انفيست لك في فكره وتقبلها مني الله يرحم لك الوالد انا راه ما كنعرفكش كاع ما تنقولش هاد الهضره فهمتي ما تنعرفكش باش نقول لك هاد الهضره انت شخصيا قاصدك انت شخصيا نقول لك هاد الهضره انا كنقول لك هاد الهضره هادي تقبل الله يرحم لك الوالدين وسير قلب من ورايا ما تيقنيش سير قلب من ورايا وملي يقولوا لك الناس الكبار ما كان انفيستيوش في فكره ما تاخذهاش عاوتاني شخصيا هما راه قالوا لك ما كان انفيستيوش في فكره ما قالوا لكش لك ما كان انفيستيوش في فكرتك انت اللي كتشوف فيا انت ما انا انفيستيوش في فكرتك ما قالوهاش لك انت ما قالش لك ما كان انفيستيوش في الفكره غير هذه الفكره اللي قلتي ماشي انت وما ما تعرفوا كاع انت ما مسوقينش لك انت ما كيعرفوكش شخصيا وما ضاربينش معاك انت باش يقصدوك انت باش يحاربوك انت وما قال لك حنا ما كنانفيستيوش في الفكره انا ما كنانفيستيش في الفكره انا كاع الافكار اللي انفيستيت فيهم في حياتي فشلوا اللي نجح في الحياه هو شي واحد كيجي عندي تيقول لي اخويا سيمو حنا شنو عندنا واحد جوج ثلاثه كنديروا هادي كنديروا هادي كنديروا هادي كنشوفوا يا جانا فلوس قد قد هادي نديروا قد قد صبر نشوف كدا غنبقى نتابع معاكم واحد الشهر غادي نحط فلوس الصاط غنبقى نتابع معاكم واحد الشهر بقاو تصيفطوا ليا كدا 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 عطوني لاكسيل الطاطا طان 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 اش كديروا كدا كيفاش كل كيخلص شكون اللي كيكون عنده الفلوس شكون طان 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 هاد الشركه هادي سيميون كبران تجيبوا لها شي اكسبير كونطابل طا فهمتي هنا الانفيستي الصاط فهمتي اما 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 هي راه الصاط عندي فكره ايفري فاكين وان عنده فكره انا الصاط وحق الله ونقول لك الافكار اللي عندي هما انا كتبهم افكار كاتبه انا نقول لك دابا افكار وسير اخونا نسرق الافكار افكار خدامه افكار خدامه انا نقولها دابا نقول لك 32 فكره 32 بروجي عندي ناجح ما مساليش اللي هما الصاط صبر نحل واحد الفيشي عندي هنايا كنكتب فيه كنكتب فيه افكار ديال سميتو ناجحين وفين هو الوقت اصاحبي فين هو ماي درايف ليست اوف بيزنسز انا نقول لك الصاط نقول لك الصاط هادي كتبها شحال هادي تنقول نقد 30 بلوغ ونخدم على الاي سي او ونبقى نجيب الليدز لدوك الشركات ديال السابليمنت نبقى نجيب لهم الليدز القليله هاد البروجي هذا نقول لك شوف 2014 هاد البروجي هذا القليله اللي يدخل لك 20 بركه في الشهر 30 بلوغ ملي كيقلبوا الناس على الاكني الحبوب ديال الوجه كدا اي مشكل كيكون عند عباد الله انت كيطلع البلوك ديال كتعطي معلومات مفيده وكتقول لي واش كتعاني من هذا المشكل هذا خلي لي السميه ولي مايل ديالك وكتبيعهم للشركات ديال السابليمنت صاد اس فاكين ايزي واحد 20 مليون في الشهر خاصو واحد العام ديال الخدمه خاصك واحد الناس اللي تحلل واحد سته ديال الناس اللي يخدموا معك في هذا البروجي هذا كيكتبوا الكونتنت ويكون عندهم الاكسبيرينس في الاي سي او وتخدم واحد هذا باقي ناوي نخدم عليه بني عماره كريه هذا غادي خصك فيه فلوس تقول لي لا بني عماره ديال البيروات كريه كتبها حتى هنايا هذا ديجا فهمتي جيت الارض كدا باقي من هنا لقدام ان شاء الله يكون خير انكوبيتور شنو عندك فلوس وعندك واحد المعرفه كيجيو عندك الشركات كل سيمانه كيعرضوا تقول لك خويا سيمو حنا جينا عندك عندنا شركات ديال واحد جوج ثلاثه طا 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 دوز ما بنتيش ليا الساط هذا زوين اجي انفيستيو فيه هذا تقول لي الساط هذا خصو الفلوس هذا حتى هو بروجي از فاكين ايزي دابا في تايلاند بزاف ديال الناس كانوا كيجيو عندي انا وراقي تيقول لك عافاك اخويا سمع عافاك اخويا حط لينا هذا الشيء ديالنا في اير بي ان بي كنجدو الدار ديالو كنحطو عليه في اير بي ان بي وكنبداو مسيرين عليه والله الا في شحال هادي في 2012 13 14 راقي انا وياه كنا مسيرين شحال من دار في تايلاند وما كناخذو التاريال والله ما عمرنا خدينا ولاو درهم من الناس اللي كنا مسيرين لهم التور كنقول له الصاد جاتك واحد الريزيرفاسيون عندك واحد 10 لي ريزيرفاسيون عندك واحد سي جي عندك كدا هو مكلف الصاد تمشي تحل واحد سميتو كتمانجي عباد الله
الاير بي ان بي ديالهم كتمشي للدور ديالهم انت كيفرشوها كيوجدوها هكذا كتاخذ من عندهم الساروت كتكريها من عنده بالشهر ولا ما تكريهاش من عنده دير مع واحد العقد ديال انت كتجيب لعباد الله انت كتحطها في اير بي ان بي كيجي بنادم فهمتي تيجي بنادم كتمشي تيكري من عند خونا خونا كيعطيك مثلا 20% 30% داكشي المفاهمات ديالك معاه حنا ما عمرنا خدينا التاريه العلم ان كان ممكن نديروا العجب وتخيل معايا اصطات لك انت عندك شي مايند سيت اللي اجي المايند سيت اللي عندي حاليا كنفكر اني ندير واحد 400 ابارتمنت مانجر ما مساليش اصاحبي خاص اللي يسالي ها هما بروجيات بعادين على الويب السوشيال ميديا السوشيال ميديا اجنسي اجونس كتكلف بالسوشيال ميديا عرفتي اصطات ملي كندير بوست لشي بوست ديالي كيبقى طالع شهر شنو كيطرى شهر وانا طالع عباد الله بوست شحال مره الاخوان كنمرضكم ديك سبونسور 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 ديالي قبلوا عليا كيبداو تيكونتاكتيوك شركات اللي محترمين في المغرب وبرات المغرب خويا الله يحفظك ممكن تكلفنا بهاد بوست هادي سيرتو المغرب تيقول لك الصاد انت مغربي عايش في المغرب انا عطوك حنا الفلوس هنا انت الله يحفظك صرف لنا بفلوس الشركه ديالك على برا تتقول لي واخا شنو نديرو الصاد انت صرف لنا 1000 دولار على البوست حنا نعطوك 12000 درهم ربح 2000 درهم فابور الصاد الصاد بغينا تجيل لنا بوست الصاد بغينا تكلفنا بالسوشيال ميديا الصاد انا ما مساليش السوشيال ميديا نشد لكم كامل ولكن اللي مسالي هو نجي لكم بوست مره وشي بوست كبير ما تجيش عندي تقول لي باغي ندير بوست 10 دولار الصاد فكين بولشيت انا نضيع وقتي معك على 10 دولار يعني الصاد كاين بزاف الناس محتاجه اللي شد لها هادشي علاش كتلقاني داير سبونسور شهرين ديك سبونسور شهرين تلقاني خسرت فيها واحد 4000-5000 دولار جوج جالي زافر من هادوك اللي كيكونتاكتيوني كيطلعوا دوك الفلوس اللي درت في 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 الفلوس اللي خسرت في سبونسور كنرضهم واحد جوج جالي زافر كيجيو من تما دونك الصاد فهمتي راه الناس محتاجه اللي يدير لها سبونسور دا صاحبي اللي محتاجه اللي يمشي سبونسور يعني يمشي يدير لها فيسبوك ادز نسهل عليك الماموريه محتاجه الناس اللي يدير لها فيسبوك ادز كنعرفوا هاد ولد كيدير شي شد الفيسبوك ادز المولات التلقان مولات التلقان اللي كتقاد التطليق اش كنسميو التلقان ديال الصالون التليق ديال الصالون عاش كتسميو في المدن الاخرى عشان الاخوان حنايا واحد اللغه عندنا في مراكش ما كتفهمش في المدن الاخرى ملي كنمشي للخميسات ولا الرباط ولا كذا تنقول لهم كاين شي سيسان للبيع تيزيدو كيضحكوا تقول لي كيفاش سيسان الاساس يعني بقعه ارضيه تيزيدو كيضحكوا كل منين جبتي هاد السيسان والساس الساط صعبنا راه كاين الساس الدارجه تيقول لك الساط راه ما كاينش هاد الساس هذا انت جبتيها سدادر واحد الاخ كتب سدادر مشى خدم مع مولات السدادر في اكادير قالت لها واحد الفيديو ديال انها كتقاد السدادر ودار لها فيسبوك ادز الصات مولات السدادر ولاو عندها لي كوموند ما كيحبسوش دونك هو اللي خدم مع مولات السدادر كتخلصوا الصات ما عرفتش ما عقلتش شي 2000 درهم ولا 3000 درهم في الشهر كتخلصوا مولات السدادر اللي انت كتحقرها ادخون هذا ولا كيصور معاه الفلوس ادخون هذا تيدبر من هنا ومن هنا سناكات عنده بلا حساب ديال اكادير فهمتي تيدير لهم السوشيال ميديا على قدش هو عنده سناك وملي مشى كيدير السناكات اخرين الاشهار تيجيو سالين يعني تيجي تقول له الساط انا السناك ديالها باش حركته كندير الاشهار واحد جوج ثلاثه او هذا بروجي صعب سابليمنت كامباني هذيك واحد الشركه وليت قد سابليمنت تجي تبيعوها صاحبي تقول له السابليمنت انا جاي نقد البروتين لا صاحبي ما تقدش البروتين هاد شي برودوي اللي صغيره صاحبي ما تقادش داك البروتين باودر صاحبي ممكن تقاد ولكن لا صاحبي فهمتي خليك في دوك المنتجات الصغيره خليك مع شي حماق صغير بحال البري ورك اوت الكافيين كذا 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 فهمتي فيه شويه ديال الوراق وزاره الصحه وكذا ولا شوف شي شركه ديال الادويه شري منها وخليها تحمل المسؤوليه وتوكل على الله اجي تلقى واحد الفوكين اش كيسميوه بروفيت تما كبيره صاحبي راه باش كنشريو السابليمنت بشحال كنبيعو راه حتى لعبه كتلقانا شارينو ب 30 درهم وكنبيعو ب 270 درهم صاحبي كاين الربح كبيره صاحبي في المجال تاع السابليمنت فهمتي 30 درهم كتولي 270 درهم بيان سور كاين الماركتينغ كاين كدا الاخوان غادي يسالي اللايف بعد جوج دقائق غادي نمشيو بروتين بار برودكشن انا كنقول لكم الافكار اللي انا كتبان ما ساليش نديرها دابا ملي كتقلب في علي بابا على بروتين بار برودكشن كتلقى ديك الماكينه اللي كامله من الاول حتى الاخر كتقاد لي بروتين بار في المغرب كتباع ب 30 درهم ملي حسبنا بشحال هادي تقاد الا جينا حنايا وشرينا الماكن باش كتقاد تولي تقام 6 درهم مغلفه مساليه يعني 6 درهم كتولي 30 درهم انت ما تبيعش ب 30 درهم بيع 25 درهم باش تهرس الاخرين بيع ب 30 درهم ولكن خلي لا مارج لخونا اللي كيبيع اكثر من الاخرين الا كان تيربح 5 درهم في الوحده نتا عطي الخونه اللي كيبيعها 10 دراهم الا كانوا هما كيعطيو
10 درهم تعطي 15 درهم صادس فكين 32 بروجي مكتوب لامبورت امبورتي تكلف تجي وانا في المغرب تدخل السلعه بها جمله ما ساليش اصاحبي لهادشي افيليت نيتورك ديال السي بي اي عندي كلشي ليكسبيريونس وكلشي من الاول حتى الاخر ما ساليش اصاحبي لهادشي برنت ديال الساعه حنا صاحبي كنشريو الساعه ساوي علاش غادي يدحشوا لنا الساعه ساويه نقدوني حنا برنت ديال الساعه ديال برنت ديال الساعه شويه قاصحه ماشي ديال شي واحد الله باج بروجيات الاخرين شويه قاصحين خص فيهم واحد 100 مليون 200 مليون للفوق فهمتي هيتش فاند كدا 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 ريال استيت هادشي خاص فيه فلوس انت اخايا يعني قلت شحال من بروجي دابا راه ما كاينش الاخوان الا انترنت ماركتينغ راه طلع متر اخوان طلعوا لي فراسكم ما جاوبناش على الاسئله بقينا في الصفحه الاولى بقى الصفحه الثانيه ما جاوبناش الاخوان على الاسئله كاملين المهم بارطاجينا شي حاجه مفيده اللي تفيد شحال من اخ تبارك الله عليكم الاخوان طلعوا لي فراسكم الله يحفظكم كما كنقول الاخوان انا ما كنتسنى لا نبيع لك لا دوره لا كورس ما محتاج الحمد لله الله عطيني وغنيني ما محتاج نبيع لك حتى شي حاجه ما محتاجش نترزق منك حتى شي حاجه حاجه واحده اللي كنطلب منك هو دعي معايا شي دواء زوينه في دار الغيب دعي معايا شي دواء مزيانه وتبارك الله عليك الاخ وطلع لي فراسك وهادشي